إذا صباح الخير، السلام عليكم. في الفيديو الثاني من تجربة لقاح فيروس كورونا سبوتنيك الروسي، طبعا جميع الفيديوهات تلقاها في الرابط في الموقع الرسمي الخاص بي على الانترنت www.bureaumoratech.dz كوفيد ماي كوفيد 19 اكسبيرينس. لا علينا، واش نحكي لكم، واش نخلي لكم. البارح رقدت نورمال عادي جدا، لكن كي نط الصباح تريكو كامل يعني اللي رقدت بيه، شعري، المخدة تاعي، فراشي كاملين يقطروا بالعرق. يعني لاحظت انه لاول مرة في حياتي كاملة عرقت بالطريقة هذه في الليل. ما فهمتش بالك اثر جانبي، يعني مانيش ني طبيب انا، يعني نتوقع لي كومونتير تاعكم اسفل الفيديو هذا بالك تعطيونا اكسبليكاسيون على العرق هذايا. لكن عرقت بكونتيتي كبيره بالبزاف ومازال راني نعرق. بالنسبه للالم اللي كان في يدي خف نوعا ما، الانتفاخ خف نوعا ما، قدرة التنفس تاعي نقصت شوية فقط، ماهيش حاجة كبيرة. أعمالي اليومية راني ندير فيها، تحركات راني ندير فيها، راني نمشي، راني ندور عادي. لحد الآن ما كاين حتى علامة من علامات الخطر وإلا علامة تدل على أنه كاين حاجة غاف. هذا يعني اليوم الثاني بعد تجربة وإلا بعد تلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام طبعا لقاح سبوتنيك الروسي، والذي لحد الآن ما معترف به 63 دولة من بينها إيطاليا وكذا أيضا تركيا وألبانيا وغيرها طبعا من الدول. هذا هو الفيديو ثم اللي اكسبليكيت لكم فيه الحالة تاعي، في انتظار طبعا تطورات أخرى تلقاوها في فيديوهات أخرين كما قلت لكم في لاباج تاعي وإلا في السيت تاعي www.bureaumoratech.dz، يعني عامل صفحة خاصة تلقى فيها الفيديوهات كل تاعي، وكل يوم صفحة هذه نجددها، كل ما يكون تطوير نجدو حتى نهاية عملية التلقيح. كان معكم آدم مراتك من الصفحة الرسمية على فيسبوك كذا اليوتيوب وكذا الموقع الرسمي. إلى اللقاء.